مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اسعاف. موضوع حلقتنا النهارده هيكون عن الام الظهر اثناء فتره الحمل، وهيكون معايا الدكتور ايمن عبد الرحمن استشاري امراض النساء والتوليد عشان يكلمنا اكتر عن الموضوع. دكتور ايمن برحب بيك معانا على شاشه قناه الصحه والجمال. اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. افكر بس في البدايه مشاهدينا بسؤال حلقتنا النهارده، هل تعانين من الام الظهر اثناء فتره الحمل؟ للمشاركه معانا في البرنامج اتصال على 09035 او من اي موبايل على 2303. نبدا النهارده حلقتنا والموضوع اللي هنتكلم فيه بانواع الالام اثناء فتره الحمل، نقدر نصنفهم ازاي؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الام الظهر في فتره الحمل من الحاجات الرئيسيه اللي بتسبب الم وارق للمراه الحامل. واحنا بنقسمهم لثلاث انواع. الام الظهر اللي هي بتبقى في اسفل الظهر وشامله الساقين كلهم لاسفل الساق. ده النوع الاولاني. النوع الثاني الام بيبقى في المفصل المحروق اللي هو بيبقى مفصل الحوض، تمام، وشامل عظمه الفخذ من قدام ومن ورا، تمام، وده بيبقى معاه بعض التنميل مع الالم. وده بنطلق عليه في التعبير الدارج اسمه عرق النسا، يعني الناس بتقول عليه عرق النسا لكن هو اسمه عرق النسا. تمام. النوع الثالث هو الام الظهر اللي بتظهر للست الحامل عند الاستلقاء ليلا على السرير اللي هو اثناء النوم، اثناء فتره النوم. هما دول الثلاث انواع الرئيسيين اللي بيسببوا الام الظهر بالنسبه للمراه والسيده الحامل. تمام. طيب اما يجي نفسر بقى الموضوع ده، الثلاث انواع دول، نقدر نقول ايه الاسباب اللي بتؤدي لحدوث لظهور العلامات دي؟ احنا طبعا لازم نعرف ان الام الظهر بالنسبه للسيده الحامل بتظهر بصوره واضحه او بصوره رئيسيه في الثلث الاخير من الحمل. وهو السبب الرئيسي فيه هو زيادة وزن السيدة الحامل مع زيادة وزن الجنين والمشيمة والسائل الأمنيوسي اللي حوالين الطفل. ده بيبقى بداية من الشهر السابع وزن الطفل بيبقى تقريبا من كيلو لأكثر من ذلك، بيوصل لغاية وزن الطفل عند الولادة بداية لغاية من بيبدأ من 2.5 يوصل لغاية 4.5 وساعات 5 كيلو. ده البيبي بس، بخلاف وزن الخلاص او المشيمه اللي هو بيعتبر كيلو والميه اللي حوالين البيبي. ده كل ده بيبقى عباره عن عبء وثقل داخل بطن الام مأثر على العمود الفقري بتاعها. ده رقم واحد. رقم اتنين زياده وزن السيده الحامل نفسها. اثناء فتره الحمل السيده الحامل نورمالي او طبيعيا المفروض تزيد من 9 ل11 كيلو طول فتره الحمل. طبعا هنا عندنا في مصر بيزيدوا اكتر من كده بكتير، بيوصلوا كمان ل 20 كيلو كمان ساعات. فمع زياده وزن السيده الحامل وزياده وزن الجنين والحاجات المحيطه بالجنين، كل ده بيبقى ثقل على العمود الفقري. تاني سبب رئيسي هو هرمونات الحمل. هرمونات الحمل دي تشمل هرمونين رئيسيين اللي هو حاجه اسمها البروجسترون هرمون وحاجه اسمها ريلاكسين هرمون. الهرمونات دي بتعمل ارتخاء في الأربطة والعضلات بتاعة الجسم كله وخصوصا بتاعة الظهر والحوض. ودي مفروض انها ربنا خلقها من رحمته سبحانه وتعالى عشان تريح الحوض فيستقبل البيبي بصورة احسن. هيبقاش في حاجة شدة او قافلة فالدنيا تبقى صعب انها تتمدد. فالهرمونات دي بتخلي الأربطة والعضلات تنبسط ويبقى فيها ارتخاء عشان الجسم اللي هو يبدأ ان هو ايه يستحمل حجم البيبي. اللي بيحصل بقى هنا ان الارتخاء ده بتاع الأربطة والعضلات بيسبب ألم. ليه؟ لان العمود الفقري مش اخد الثقل بتاعه الصح علشان يقدر ان هو يتحمل وزن السيدة الحامل وزن الجنين، فبيحصل الألم اللي بيظهر ايه فيه. تالت حاجة العادات السيئة للسيدة الحامل من ضمن الأسباب، زي المشي، زي شيل الأشياء الثقيلة، الوقوف فترات طويلة، طلوع ونزول السلم، كل الكلام ده برضو من ضمن الأسباب اللي بتأثر على أو بتزود آلام الظهر. تمام؟ طب يعني احنا نقدر نقول من الكلام ده إن السبب الرئيسي في ظهور آلام الظهر إن هو الحمل الزيادة، خلينا نفسرها، الحمل الزيادة على العمود الفقري. تمام؟ ده الرئيسي، وبالإضافة لوجود هرمونات الحمل اللي بتعمل ارتخاء في الاربطه والعضلات. يعني في سبب بيبقى الست هي او السيده الحامل هي السبب فيه، وسبب تاني بيبقى سبب الهرمونات. تمام. طيب نقدر بقى نقول التوقيت ايه هو التوقيت اللي هو اكتر توقيت بيطلع فيه الام الظهر؟
اللي هو الثلث الاخير من الحمل اللي هو بدايه من الشهر السابع، وهو ده اللي انا بقول عليه اللي بيبقى فيه تقل البيبي بدا يظهر، والسيده الحامل نفسها بدات انها يعني يظهر عليها التقل او الوزن الزايد. يمكن انا شايف الفيديو اللي قدامنا بيوضح انحناءات العمود الفقري، تمام؟ تمام. وانحناءات العمود الفقري اللي هي بتأثر على السيدة الحامل، زي ما احنا شايفين العمود الفقري مش جاي ستريت كده، ده في انحناء عند الرقبة وانحناء في أسفل الظهر، تمام؟ وتقويس أمامي في نصف الظهر، وده اللي بيخلي العمود الفقري يقدر يستحمل جسمنا، لأن هو لو ستريت أو ماشي بصورة مستقيمة هيتكسر. لكن الالتواءات دي هي اللي بتخلي اللي احنا نقدر ان احنا نستحمل اي وزن زايد. فعشان كده السيدة الحامل زي ما شايفين اللي هو في اسفل الظهر، الحناء اللي في اسفل الظهر ده بيبقى فوقيه على طول هو الحوض والبيبي، ووزن البيبي هو اللي بيعمل الضغطة على اسفل العمود الفقري، عشان كده دايما هي بتعاني من الالم الزايد في اسفل العمود الفقري. طيب التدرج بتاع ظهور الاعراض بيبقى ازاي؟ يعني بيبتدي السيده بتحس بايه في الاول؟ هو طبعا شيء طبيعي ان اي سيده حامل بدايه من الشهر الثالث بتبدا تحس بالم خفيف اسفل الظهر واسفل البطن نتيجه ظهور هرمونات الحمل اللي هي الريلاكسين والبروجسترون اللي اتكلمنا عليهم، ويبدا انها تعمل التقل ده، يبدا يتزايد بقى فتره عن فتره، كل ما البيبي يتقل في الوزن وهي تزيد في الوزن يفضل في التزايد لغايه لما يوصل القمه بتاعه في الثلث الاخير من الحمل. تمام. طيب ندخل على المضاعفات، بس في البدايه كده نفكر مشاهدينا عن سؤال حلقتنا النهارده، هل تعانين من الام الظهر اثناء فتره الحمل؟ الاتصال معانا من اي خط ارضي على 09000 او اي موبايل على 23003. نرجع لموضوع التدريج، ايه اسوء حاله ممكن يوصل لها العمود الفقري في الاخر بقى، يعني اخر فتره الحمل؟ بيبدا الثقل بتاع البيبي وبتاع وزن الام الزايد يبدا ياثر زي ما شفنا في الفيديو كده على اسفل العمود الفقري اللي هو الانحناء الخلفي، تبدا السيده الحامل في بعض الاحيان ما تقدرش تقوم من السرير ولا تمشي خالص. يعني بتوصل في بعض الاحيان ان السيده ما تقدرش انها تقوم ظهرها. تمام. خلاص ما بقتش اذنها تقوم ظهرها، فمش هتقدر تقوم ولا تقدر تمشي. دي طبعا اصعب الحالات، وهنتكلم برضو في العلاج بقى بنعمل ايه بالظبط. طيب بالنسبه بقى للفتره للموضوع الامراض المصاحبه، يعني بنشوف كل مره بيبقى ليه امراض مصاحبه، هل برضو الام الظهر بيبقى ليها بتجيب معاها امراض، او هي بتبقى متاثره بامراض تانية؟ هي ممكن في امراض مصاحبه للحمل بتزود الديجري او درجه الام الظهر. زي ايه؟ زي ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل. تمام. ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل ده بيبقى فيه ناتج عن إديمة أو تورم في الجسم كله، وزيادة شوية نقول عليها مفرطة في وزن السيدة الحامل أثناء فترة الحمل. الوزن الزايد ده والإديمة أو التورم ده بيعملوا التقل على أسفل العمود الفقري، وبيسببوا ضغط على حاجة اسمها النيرف أو العصب اللي مغذي الورك، اللي هو عظمة الفخذ بالحته دي كلها اسمها باللغة العربية الورك، تمام؟ اللي هو بيؤدي إلى حاجة اسمها عرق النسا، اللي هو ألم في أسفل الظهر مع تنميل مع أسفل الفخذ ممكن يوصل لغاية عظمة الرساق تحت، كل ده حاجة من حاجات المصاحبة اللي بتزود يعني فرصة الإيه الألم، تمام؟ يعني إحنا هنا برضو يمكن شايفين برضو الفيديو أهو معانا، هنا دي عظمة الحوض يعني عشان برضو نوضح، وده هنا العصب اللي هو عصب اللي مغذي الورك اسمه عصب الورك. الضغط بيبقى ايه؟ بيبقى في عظمة الحوض دي بيبدأ الضغط، مش ضغط البيبي خالص، ولكن التورم مع الهرمونات بتاعة الحمل هي اللي بتؤدي الى الضغط على العصب ده، فيحصل بداية يبدأ التنميل على اسفل الظهر وعلى الايه ظهر الفخذين بالرجل كامله لغايه اسفل الساق. تمام. طيب ندخل على الموضوع، دايما بنلاقيه مصاحب، قبل ما نرجع لموضوع المضاعفات بس برضه هو موضوع مصاحب دايما لالام الظهر، هو البنج النصفي. ايه علاقه البنج النصفي بالام الظهر؟ تمام. ده موضوع مهم جدا،
ان احنا عندنا حاجات مغلوطه وخاطئه بتقول لك ان ايه، انا لا انا ما اخدش بنج نصفي، البنج النصفي ده بيتعب الظهر، البنج النصفي ده بيعمل شلل. آه لا وكمان لا موضوع الولاده بدون الم. اه ال ال الابره اللي هي بتاعت الولاده بدون الم، لا دي بتتاخد في الظهر، دي ممكن تسبب الم، دي ممكن تعمل شلل، ده انا مش عارف مين خدتها ظهرها واجعها لغايه دلوقتي. كل الكلام ده كلام مغلوط خالص. يمكن لو يورونا ال الفيديو بتاع البنج النصفي، تمام، لما يظهر الفيديو معانا. تمام، دي الصوره اللي فيها البنج النصفي. هنا البنج النصفي زي ما انتم شايفين طبعا بيتعقم الظهر كله كامل، بيتحط فرش تعقيم كامل. هنا سرنجه البنج النصفي لو تلاحظوا هي ملهاش علاقه خالص بالفقرات، ولكن هي بتخش ما بين الفقرات في العضلات اللي ما بين الفقرات لسبيس معين او فراغ معين، هو لسبيس معين او فراغ معين هو اللي بيبدا ان هو يوصل للسائل اللي هو سي اس اف اللي هو محيط بالمخ، ويبدا يحقن فيه الدواء بتاعه، فيبدا يخدر الجزء اللي الجراح هيشتغل فيه بس اللي هو اسفل البطن او مكان الولاده. فبالتالي هو ما بيدخلش على العضلات، على العظم خالص، فهي تعتبر ابره عضل زيها زي اي واحده بتاخد ابره عضل عاديه جدا، ما لهاش علاقه خالص بالظهر، ولا ليها علاقه بالعمود الفقري، ولا ليها علاقه بالقصه دي كلها. تمام، هنكمل في موضوع الامراض المصاحبه بس نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا مع الدكتور عين. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين ونفكر مشاهدينا بسؤال حلقتنا النهاردة، هل تعانين من أمراض من آلام الظهر أثناء فترة الحمل؟ المشاركة معانا النهاردة على رقم تليفون من أي خط أرضي 09355 أو من أي موبايل على 2303. دكتور، كنا اتكلمنا قبل الفاصل عن الأمراض المصاحبة لآلام الظهر. تمام، نقدر نقول إيه هي الحاجات اللي بتأثر على اللي بتزود نسبة آلام الظهر أثناء فترة الحمل؟ كنا اتكلمنا قلنا ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل وما يؤدي عليه من زياده في الميه في الجسم كله او تورم، تمام، لان وجود الزلال في البول والجسم نفسه كله بيورم، تمام، نتيجه دخول الميه داخل الانسجه، وده بيؤدي الى الضغط على الاعصاب والثقل على اسفل الظهر. واتكلمنا ان هو بيضغط على حاجه اسمها عرق الورك او اللي هو بيسموه عرق النسا، وده ممكن يفضل موجود مع الست الحامل من الثلث الاخير من الحمل لغايه ما بعد الولاده، لغايه لما تبدا الميه دي تمتص تماما داخل الاوعيه الدمويه والإديمة او الارتشاح ده يقل خالص، يبدا الضغط على العصب ده يقل، تبدا الست تحس بتحسن. وده بيبقى لهم رهيب على فكره، لان الست دي ما بتعرفش تقوم ولا تتحرك لان عندها تلميل في الحوض بالفخذ كله لغايه اسفل الرجل. يعني بتحس انها يعني معاقه. النقطة التانية زي الأمراض طبعا المصاحبة زي السكر اللي هو سكر الحمل، الأمراض المزمنة بقى السكر والضغط. هو طبعا بيبقى أكتر السكر الحمل، لأن سكر الحمل بيبقى في غالبيته السيدات فيه أوبيز أو يعانون من سمنة شوية. فالسمنة دي مع مرض السكر وزيادة الوزن وعدم الالتزام بالعلاج أو بالدايت أو بطريقة الأكل أو بتغيير اللايف ستايل، ده بيؤدي إلى طبعا إيه الثقل على أسفل العمود الفقري، تمام، وعلى اسفل الظهر. تمام، ساعات بنقول كمان ان في يعني امراض بتيجي مش بس في اسفل الظهر، انت ممكن تلاقي السيده الحامل بتحس بالم في الفقرات اللي هي في الرقبه والفقرات اللي هي في اول الظهر، ودي بس بتنتج عن زي ما قلنا هرمون الريلاكسين والبروجسترون اللي بيطلع في الحمل، فده بيأثر على اربطه الجسم كلها. فهنا بنجد السيده الحامل بتبقى عندها بعض الحاجات العادات السيئه زي في القعده بتقعد خطا، بتقف كتير، السواقه فترات طويله، فدي بتؤدي ان اللباس بس اسفل الظهر هو اللي فيه الالم، لا ده بيبقى فيه ساعات الم في الفقرات بتاعت الاعصاب اللي هي اللي فوق الفقرات اللي هي بتاعت المخ، وتحت في الفقرات اللي هي في اول الظهر، تمام، فقرات الرقبه وفقرات اول الظهر. تمام. طيب عشان نبقى ختمنا موضوع الامراض خالص اللي هي المصاحبه للالام الظهر، برضو عايزين نتكلم في نقطه الولاده بدون الم. ايه اللي بيحصل في الولاده بدون الم؟ الولاده بدون الم دي هي حاجه زي بالظبط البنج النصفي،
بس بيخش، مش هي بتقول فيه ابره كده بتخش، هي عامه بس وصف سريع كده، هي الابره الناس بتقول لك ابره في الظهر، لا هي مش ابره ولا حاجه، هي عباره عن ريشه تمام خفيفه جدا ليها سن حاد صغير جدا، الريشه دي نفسها بتتني، يعني الابره بتاعت الظهر دي اصغر من الابره اللي بتتاخد عضل، فبالتالي هي ما بتعملش غير شكه فقط لا غير، شكه وهي بتخش الجلد. الابيديورال دي او الولاده بدون الم هي نفس الشكه دي بتخش، بس هي بيسموها ابيديورال ست، يعني بيبقى معاها جهاز، الجهاز ده اول ما بخش عند السبيس او الفراغ اللي ما بين العمود الفقري اسمه الابيديورال، ببدا ان انا اسيب فيه زي قسطره تبقى بلاستيكيه. ومعانا فيديو برضو هيوضح بيوضح الموضوع بالظبط. هي هنا ده يمكن دي الجلسه تمام بتاعت الابيديورال، زي ما انتم شايفين هو دخل لغايه الايه المسافه اللي هي السودا دي اللي اسمها الابيديورال، ويبدا يسيب القسطره البلاستيك، قسطره قطرها لا يتعدى نص ملي، يسيبها ويطلع خالص بالسن، وتبدا بالقسطره البلاستيك دي تبقى داخله جوه السبيس وطالعه من الظهر، وبتتعلق بطريقه معينه بيبقى ليها في نهايتها كده زي ساعه تتعلق على كتف العيان، بتبدا المريضه تاخد فيها علاج طول فتره انقباضات الرحم او الطلق تمام. فتبدا انها قاعده طول فتره الام الوضع هي مش حاسه باي الم خالص، فحتى بعض السيدات بيبقوا يعني مستغربين، قاعده بتتفرج على التلفزيون عادي مفيش اي الم، لغايه خالص مع فحص الاطباء اللي هم المتابعين لحالتها يقولوا لها خلاص ده انت بدا البيبي ينزل لتحت وهنبدا نتوجه لغرفه العمليات. جوه غرفه العمليات الميزه ان القسطره فاضله موجوده، فبالتالي ما بتحتاجش بنج خالص، لان برضو بيدوا فيها العلاج، فبتنامش بتبقى قاعده صاحيه، بدأ اول ما بينزل البيبي بتقدر انها بعد ما بيتقصروا الحبل السوري تاخده على صدرها، وده بيحسن جامد جدا من تنفس البيبي، لان طبعا اول ما البيبي او ما بيطلع عند التصاقه بجسم امه بيتحسن التنفس بتاعه بنسبه 80%. فده اللي هو الولاده بدون الم، ودي بتبقى حاجه يعني فيها كل المميزات، وبتبعد الست عن اي الم سواء الطلق او سواء الام الظهر او سواء الام الولاده. هي في بعض او يعني بعض ما يؤخذ على الولاده بدون الم انها في بعض الاحيان لو اتاخدت بدري بتاخر البروجريس بتاع الولاده، يعني لو اتاخدت والسيده الحامل في بدايه طلقها بتاخر ان السيده الحامل دي تولد بصوره سريعه، لانها برضو بتخلي الطلق حدته اقل، ولكن لو اتاخدت في الميعاد المظبوط اللي هو مع بدايه الطلق الحقيقي للولاده هي بالعكس بتبقى ممتازه، بتمنع الالم، بتسرع الولاده، ما بتحتاجش بعد كده اي بنج كلي او اي تخدير، حتى لو الست دي اتخيطت او اتقصت ابيزيوتومي يعني عشان الولاده ما بتحتاجش اي حاجه. تمام كده احنا اتكلمنا عن التشخيص المثالي لالام الظهر وكل الامراض المصاحبه ليها كمان. نبتدي بقى على موضوع العلاج، ازاي نبتدي نعالج الموضوع ده؟ هو طبعا عشان اقول العلاج لازم اقول الوقايه، لان هي الوقايه خير من العلاج، لان احنا هنا الوقاية لو بدأنا اللي احنا من ما قبل الحمل، انا سيدة حامل بعاني من اي الم في الظهر او اي عندي اي مشكلة في العمود الفقري، لازم الاول انا قبل الحمل لازم اتعالج من المشكلة دي، ما اخشش الحمل ابدا وانا عندي مشكلة في العمود الفقري او عندي الم في الظهر بسبب اي حاجة يعني مرضية قبل ما احمل، لازم اتعالج منه. انا وزني زايد، لا لازم احاول ان اقلل وزني قبل الدخول في الحمل، لان انا لو دخلت الحمل بوزن الزايد ده وهزيد عليه كمان يبقى انا بسبب ان انا اسفل الظهر ده يبقى الم جامد جدا. تالت حاجه ان انا دخلت الحمل خلاص، يعني انا عملت وقايه قبل ما احمل ان انا اقلل وزني، ولا لو عندي مشكله اعالجها. طيب انا داخل في الحمل لازم يبقى فيه، اعرف ان في حاجه اسمها لايف ستايل، لازم اعمل تشينج لللايف ستايل بتاعي في فتره الحمل. نوعيه الاكل، ايه الاكل اللي اكله؟ يعني انا لما اركز في الاكل اللي فيه فيتامينز، يعني انا لما اتكلم اقول للسيده الحامل، يعني انا في عيادتي لما اجي اقول للسيده الحامل هتاكلي ايه؟ ما بقولهاش كلي نشويات ولا كلي دهون. لا، انا بقول لها احنا بنركز في البروتينات، في الكالسيوم، الالبان بانواعها، الخضار كحاجات فريش وفيها فيتامينز، الفاكهه بس ما عدا الافراط في الفاكهات اللي فيها زي الموالح اللي بتسبب الايه؟
الاملاح في الاملاح في الكلى واملاح في مجرى البول. لكن انا ما بجيبش ما بقولهاش اعملي افراط في السكريات، اعملي لي افراط في الدهون، اعملي افراط في الكربوهيدرات زي الرز والمكرونه والحاجات دي. فانت بتاكلي الحاجات دي بالعكس بتاكليها بحرص شديد، لان كده كده انت في الحمل وزنك هيزيد. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، انا ما ابداش اللي انا اعمل مجهود في افراط. يعني زي اللي انا شيل الحاجات الثقيله، الوقفه فترات طويله، المشي فترات طويله، المجهود اللي هو الزايد. لازم اللي انا ابعد عن الحاجات دي، ما اعملهاش، لان الحاجات دي هتخلي الالم تزيد، وهتخلي الالام تبقى ايه فيها سيفيريتي او فيها صعوبه بالغه اللي انا ما اقدرش استحملها. رابع حاجه، ممارسه الرياضه. يعني يمكن ناس هنا تستغرب تقول لك يعني انت بتتكلم تقول ما الناس ما تعملش مجهود، امال انت بتتكلم ده تقول لي ممارسه الرياضه. الرياضه مهمه جدا، لان انا لما اقوي العضلات بتاعه الظهر، لما عضلات الظهر بتاعتي تبقى قويه، ده يساعدني ان انا اقدر اشيل وزن اتقل. والدليل على كده الناس بتوع كمال الاجسام، تمام؟ بص عضلات ظهرهم عامله ازاي، فهو عشان كده بيقدر ان هو يشيل الحديد ويشيل الحاجات دي، عضله ظهره قويه. فبالتالي يمكن هنا الفيديو بيوضح لنا التمرينات اهو، يمكن هنا دي كده التمرين ده بيقوي العضله الخلفيه لاسفل الظهر. هنا اللي انا بقعد وبتني ركبي كده لغايه نص بطني زاويه 90، تمام؟ لان هنا ببدا اقوي عضله البطن الخلفيه، فابدا اللي انا تستحمل انها تشيل الجنين، زي حزام اللي هو بيسموه اللي هو حزام الحمل. حزام الحمل ده اللي هو بيتربط على اسفل البطن، بيقول لك عشان يرفع الجنين مع الام. يعني هو ده، هي التمرينات دي هي اللي بتقوي العضلات اللي هي اسفل الظهر واسفل البطن، اللي تساعد الام انها تشيل الجنين، لان العضله قويه. تمام. فالحاجات دي مهمه. ده كل ده من ضمن الحاجات الوقايه اثناء ما قبل الحمل واثناء الحمل. بالظبط. نرجع برضو لموضوع العلاج، احنا كده اتكلمنا في الوقايه باستفاضه، موضوع بقى العلاج، يعني الستات اللي بيعانوا بقى من الام اثناء فتره الحمل. يعني تنصحهم بايه؟ خلاص انت بدأ يعني لا قدر الله بدأت الام الظهر تبقى تاخد معاكي صوره بالغه وشديده، واللي هي بقت الم لا يستطيع تحمله، هنا لازم بنبدأ بقى بالعلاج. يمكن نتكلم اول حاجه عن العلاج بالادويه. بلجأ للاسف للمسكنات والمراهم. مسكنات طبعا عشان الحمل انا ببقى محدود، ما بقدرش استخدم حاجه زي الباراسيتامول مثلا. هي دي الحاجه اللي انا بستخدمها. الدهانات حاجات ان هي مجرد انها تبدا انها تعمل انبساط للعضله، ودي هتخفف الالم شويه. مع العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي ده بيشمل تمرينات زي ما احنا شايفين دلوقتي، اللي هو دي هنا التمرين اللي هو بقوي عضله الرقبه باعلى الظهر، وبعمل كمان كمادات ماء مسلج. كمادات الماء المسلج ده علشان اعمل انبساط للعضله، وببدا ان انا اعمل جلسات علاج طبيعي. هنا بقى بيجي شغل الناس بتوع العلاج الطبيعي. ممكن توصل لكده، ممكن توصل لكده، ان الست بتروح تعمل جلسات علاج طبيعي مرتين في الاسبوع مع الادويه مع بعض الرياضات. بس هنا بعض الرياضات بتبقى بتعملها بصوره اقل، عشان بيبقى الالم جامد جدا والحركه بتبقى ليميتد او يعني محدوده، مش قادره انها تعملها. ومش هتحس بتحسن كامل غير بعد الولاده. تمام. للاسف حلقتنا وقت حلقتنا النهارده خلص. بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معايا. احنا كنا سعداء جدا معاكم، ونشكر الساده المشاهدين. بشكركم مشاهدينا، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج اسعاف. شكرا.